نسلطوا الضوء على فصل من الفصول هذه ونحكيو عليه ونشوفوا رأي الناس مختلف آرائهم في الفصول هذه وشنو ردة فعلهم. وفي نفس الوقت نحبوا نستدعوا حد من المجلس التأسيسي، عضو يعني المجلس التأسيسي، باش يزيد يوضح للناس ويبين لهم أكثر. اليوم باش نحكيو على الفصل السابع اللي هو تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها. لكن قبل هذا مدام سعاد نحبك تعرف روحك للجمهور. سعاد عبد الرحيم، عضو مجلس الوطني التأسيسي، رئيس لجنة حقوق الحريات والعلاقات الدولية، مترشحة لكتلة حركة النهضة، مستقلة عن الحزب السياسي، مثل الشعب التونسي تحت القبة، وأرجو أن أكون صادقة فيما أقول. سمحنا على هذا يعني العطب. اي مدام سعاد، احنا انتقلنا الى المجلس التاسيسي في فتره سابقه وخذينا راي مدام سامية عبو في الفصل السابع، كان تسمعوا معنا وبعد نرجعوا. الدستور حل
عادش كان حاجة تغير تتحرك باش تكتب باش تحب وتضع ما تشاء باسم الثوابت. دونك المشكلة مش في الثوابت، المشكلة في من سيطور هذه الثوابت. فمن المفروض أن الدستور هو شيء عبر إرادة الشعب. دونك أول جملة كي ترجع للدستور المغربي ترجع للدستور المصري الجزائري تلقى والدستور التونسي 50 ودفاتير العالم ما تبقاش تتولى وكيدا تلقى حالة في البوليس على دفاتير العرب المسلمين في أي دستور آخر بالنسبة لي فلسفة الدستور بالنسبة للشعب ولا ثوابته. دونك هو بيحب عنده طموحات وعنده أفكار وعنده قيم اللي يحب ينص عليها في الدستور اللي على أساس الثورة. دونك نحطوا الشعب التونسي يصمم عليه الشعب هي تحط في الدستور مش تأسيس مش نعطي إرادة الشعب مفوضها في المطلق باش يأسسوا ما شي يحب. دونك الشعب التونسي مصمم عليه ثوابت الإسلام بس فيها أما كل شو مثلا إذا هم ثوابت وكونستانت كونستانت ما تغيروش هي متغيرات هي تنحطوهم لأنه عندك مشكلة تو احنا في المجلس نجي من النواب نفس الحزب نفس الاتجاه تو حد يعطيك شو ما ثوابت كل واحد عنده قراءة خاصة واسعة كبيرة تأويلتها واسعة كبيرة برشا كل حد نجم يجيب لك برشا مثلا هذا نجم يجيب لك القاعدة هذيا أنت باش تسمع على الثوابت القاعدة هذيا باش نخرج منها تبع للدولة حماية حقوق المرأة والتعامل التنسيقي باش نخرج منها هذه نخرج منها منع تبع الزوجات تبع باش احنا عندنا نساء برشا نساء تطالب تقول تحب نعرس ما فهمتش علاش عندنا مشكل وطالبت بتعب الزوجات النساء طالبت بتعب الزوجات موجودة ولا مش موجودة فما أحزاب طالبت قالت هذه حق المرأة اللي ما عرستش مش معقول زاد قولها مش ما بقاتش لاجل نولي نعطيو إمكانية لاجل باش يخرج النساء مش معاش تقوى حتى مش معرسة. دونك الحق هو حق للمرأة يصبح حق للمرأة أو حقوق المرأة يصبح حق نظر من زاوية الحق للمرأة الأولى. اثنين كي نرجع تأسيسا على الثوابت دونك الدين بالعكس الدين يقول الراجل يخدمه ولا مثلا دونك تولي القاعدة هذه تتأول في اتجاه إلغاء الفصل 18 بتاع اللي تعمل اللي هو يمنع تعدد الزوجات ويولي دستوري مثلا ثغرة من الثغرات جبت أكثر من هذه يقول لك تضمن دولة تماسك الأسرة تعمل دولة على تماسك الأسرة مش عارف احنا